طبيب المصري تاج على راسنا. الطبيب المصري هو الراجل اللي وقف وقت الكورونا وواجه هذا المرض، وكان بينزل وقت حظر التجوال، وكان بيلبس الكمامة. منهم اللي أصيب ومنهم اللي توفاه الله واستشهد، وكلنا كلنا يعني بنادين لهم بالفضل الكبير في انتهاء هذه الجائحة من على الأرض المصرية، أو على الأقل يعني إيه ابتعدنا عن تسجيل الأرقام اللي ظهرت في عدد كبير من الدول. امبارح كان الاحتفال بيوم الطبيب المصري 45. خلينا نقول الاحتفال ده بيأتي تخليدا لذكرى افتتاح أول مدرسة للطب في مصر والشرق الأوسط. أول مدرسة للطب في مصر والشرق الأوسط والمنطقة العربية افتتحت في أبو زعبل، عارفة إمتى يا بسنت؟ في النصف الأول من القرن التسعتاشر سنة 1827، فحد محمد علي كان عندنا في مصر أول مدرسة لتعليم علوم الطب، ومن بعدها انتشرت الجامعات اللي بتعلم علوم الطب في مصر والوطن العربي. ده حقيقي، يعني تفاصيل كتير قوي عن يوم الطبيب المصري هنعرفها من الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، وخليني أقولك كل سنة وانت طيب. صباح الخير أستاذ مصطفى، وكل سنة وانتم طيبين، وكل سنة وكل أطباء مصر بخير وصحة وعافية، ولهم كل الحب والتقدير، ليس مجاملة وليس انتماء، إنما دي حقيقة زي ما قال الأستاذ مصطفى. أطباء مصر النهاردة أستاذ مصطفى بينتشروا في كل أنحاء العالم، كل أنحاء العالم، محملين بالعلم والخبرة والأداء والتميز. مفيش حته اشتغل فيها اطباء مصر الا ما كان لهم كل الحب والثناء والتقدير. اكيد اكيد يا فندم. يعني حابين نتكلم عن مع حضرتك اكتر عن يمكن دور الطبيب داخل المنظومه الصحيه، يعني ونتعرف عليه اكتر يمكن كمان عشان تبجيلا للطبيب المصري. الطبيب هو العمود الفقري للقطاع الصحي. الطبيب هو اللي بياخد الانسان من قبل ما يتولد، يعني رعاية الأمهات في أثناء الحمل ده جزء من واجب الطبيب. ولادة آمنة، والحمد لله النتائج اللي بتقول كده، مش بس النتائج المحلية، النتائج على مستوى العالم اللي رصدتها منظمة الصحة العالمية. الطبيب هو اللي قاعد في المطارات والمواني عشان يحمي مصر من دخول الأمراض. صحيح. الطبيب هو اللي بياخد الانسان زي ما قلت لحضرتك قبل ما يتولد، ثم يشرف على تطعيمه، ثم في يعني منظومه متكامله ترعاها الدوله للوصول الى الانسان المصري الى بر الامان. الطبيب وحضرتك واحنا بنتكلم النهارده الاف العمليات الجراحيه الدقيقه في القلب وزرع اعضاء وكلى وكبد وفي المخ، كل دي بتجرى على أرض مصر في كل مصر، سواء في مستشفيات وزارة الصحة أو في الجامعات أو في المؤسسات الأخرى. وعلى فكرة فنم، التفاعل الإنساني بين الطبيب ومع المريض ومع حياة الإنسان لا يلمسه إلا الطبيب. يعني المشاهد أو المراقب أو المتابع بيرصد النتائج وبيرصد ما قبل النتائج، لكن اللي بيحس بالشعور ده هو الطبيب. وسيادتك يا استاذ مصطفى بشكرك لانك رصدت التضحيات الكبيره جدا اللي احنا شفناها في ازمه الكورونا، وما زالت الاطباء يمارسون هذا، وايضا في المواقف القوميه الكبيره جدا في الحرب والسلم كانت الأطباء في مصر بيبذلوا جهود كبيرة جدا. أنا نفسي أعرف يعني قصة إن إحنا أول دولة يمكن في الشرق الأوسط والمنطقة العربية فتحت مدرسة للطب في أبو زعبل سنة 1827. مظبوط يا فندم. المدرسة دي عملها إزاي محمد علي باشا، وإزاي انتشرت؟ والله محمد علي كان هو بيقود، يعني زي ما سيادتك عارف طبعا، حملة تطوير في مصر، وكان من ضمن هذه الحملة أن يكون مدرسة طبية. وعشان كده عمل مدرسة الطب في أبو زعبل، ثم أنشأت كلية الطب القصر العيني. والأسبوع اللي فات أو 10 أيام تقريبا كنا بنحتفل بمرور 75 سنة على إنشاء كلية الطب عين شمس.
النهاردة تقريبا كل محافظات مصر فيها جامعات، وكل محافظات مصر فيها كليات طب، وكل بقعة في مصر فيها يا وحدة طبية يا مركز طبي يا مستشفى. أقول لسيادتك حاجة تانية رائعة، يعني من النادر في المنطقة أو في غير المنطقة ما فيش محافظة في مصر إلا فيها ثلاث أنواع من المستشفيات: مستشفى حميات اللي هي بنسميها مستشفى الأمراض المعدية، مستشفى صدر اللي هي أمراض الجهاز التنفسي، مستشفى عيون اللي احنا بنسميها مستشفى رمض. هذه المستشفيات الصدر أولا والحميات في أثناء أزمة كورونا أبلت بلاء حسنا وقدمت خدمات رائعة للإنسان المصري. وكان تضحية الفريق الطبي داخل هذه المستشفيات، وطبعا فيهم وعلى رأسهم الأطباء، كانت تضحيات كبيرة جدا. والله يعني أنا كنت بتابع لحظة بلحظة ويوم بيوم، في ناس قعدت جوه المستشفيات لعدة شهور ما تخرجش من جوه المستشفى، تؤدي واجبها ليلا ونهارا وتضحي تضحيات كبيرة جدا. أكيد يا فندم. يعني حابين نتكلم مع حضرتك عن يمكن دور الدكتور مجدي يعقوب الكبير جدا جدا واللي اهتمت بيه وزارة الصحة، وأهمية الاحتفال بيه في يوم الطبيب المصري. أكيد إيه هي؟ سيادتك الدكتور رمزي، الدكتور مجدي يعقوب رمز لأطباء مصر، وطبعا صورة مشرفة وصديق عزيز ليا. إنما عايز أقول لك كثيرا من أطباء مصر، سواء الدكتور مجدي او اطباء كثيرين جدا، عملوا وبذلوا جهود كبيره جدا لارساء قواعد الطب في مصر، وضحوا تضحيات كبيره جدا. فالدكتور مجدي رمز مشرف، لكن هناك طبعا عشرات ومئات الاطباء في كل موقع في مصر. وعلى فكره يا فندم، الاطباء في مصر الكبار غرسوا ووطنوا كل التقنيات الحديثة في الطب في مصر. كل مكان يحدث وما زال يحدث في العالم بيوطن في مصر عن طريق الأطباء في مصر. إمتى نشوف الأطباء المصريين في الخارج بيساهموا زي الدكتور مجدي يعقوب؟ يعني هو نموذج فريد طبعا، وانتشر على الساحة العالمية، وعرف أنه من أهم أطباء أو جراح القلب في العالم. عندنا كم طبيب مصري في مجالات تانية في عواصم أوروبية وأمريكية لغايه دلوقتي ما استغلناهمش يا دكتور؟ الافات يا فندم، وسيادتك احنا على تواصل معاهم، ويمكن مش كل حاجه معلنه، يعني سيادتك مش كل اسامي ولا كل الاطباء معلنين، لكن احنا على تواصل مع اولئك الاطباء كل في تخصصه. يعني الجمعيات الطبيه المصريه العريقه في كل التخصصات، القلب والصدر والاعصاب، بنعمل مؤتمرات كثيره جدا، ومنها مؤتمرات عالميه ومؤتمرات سنوية. احنا بنعزم زملائنا او بيحضروا معانا مثل هذه المؤتمرات، ويحدث تبادل في هذه الخبرات. لكن غالبا يا فندم الغالبية العظمى من الحاجات دي ما بتبقاش معلنة اعلاميا، صحيح، انما معلنة علميا. يعني انا كل مؤتمر في كل سنة، يعني مثلا الجمعية المصرية لامراض الصدر والتضرن السنة دي هنعمل مؤتمر رقم 63. شوف العلاقة في خبرة الطب، 63 سنة منهم سنوات كان فيها مشاكل زي حرب 67 إلى آخره. يعني الجمعية ممتدة من الثلاثينيات لرعاية الصدر والتضرر. عشان كده النهاردة في بطولات في السيطرة على كثير من الأمراض. فسيادتك هذه الخبرات العالمية كلهم إخواتنا وزمايلنا وعارفينهم. يعني احنا مثلا واحنا بنحتفل بالعيد الخمسين لكلية طب عين شمس، رصدنا 750 أستاذ خريج طب عين شمس في الولايات المتحدة الأمريكية. تواصلنا معاهم، ومنهم اللي بيجوا ومنهم جانا كل سنة. يعني أكبر جراح يد في أمريكا دفعتي بيجينا دايما وبيحضر معانا وبيحضر الاحتفاليات وبيشارك في الخدمات الطبية. فسيادتك المنظومة متكاملة، لكن بالطبع أو بالطبيعة عادة الأطباء أو الجزء العلمي أو الطبي يعني ما بيتغطاش كثيرا إلا في بعض المواقف بس.
طيب دكتور محمد، يعني حابين نتكلم عن يمكن خريجين طلبة أو كلية الطب، هل إحنا عندنا خريجين عدد كافي ولا محتاجين نزود عدد الدارسين بكلية الطب؟ سيادتك طبعا مصر بتكبر، مصر بتتسع، مصر فيها إعمار، مصر فيها مدن جديدة، في نظم طبية جديدة. إحنا بدأنا في تطبيق التأمين الصحي الشامل في ثلاث محافظات بالفعل، وثلاث محافظات تانية خلاص فيها التشغيل التجريبي، في وحدات طبية أولية، في وحدات سنوية، في رعايات مركزة، في تخصصات بينية كثيرة جدا. هذا العدد الهائل احنا الحمد لله كليات الطب عددها بيزيد، في كليات طب حكومية، في كليات طب في الجامعات الأهلية، في كليات طب خاصة، فاحنا العدد بيزيد، التأهيل بيزيد، التدريب بيزيد. المجلس الصحي المصري اتعمل، يعني بقول لحضرتك اطمئني، لان المنظومه الصحيه سواء المؤسسيه او التعليميه او التدريبيه ماشيه في الطريق السليم والصحيح والمتقدم. ادعو على كده، باكد لك ان الطبيب المصري الخريج من كليه الطب ذو جوده عاليه جدا، لكن لان الطب فيه ديناميكيه كبيره جدا، فالتدريب والتعليم جزء أساسي من حياة الطبيب يوم بيوم، ومؤتمر بمؤتمر، وتدريب عملي، وهكذا. مفيش يا أستاذة بسنت تقنية عالمية تشخيصية أو علاجية إلا مطبقة في مصر. بمين؟ بخبرة الأطباء المصريين، سواء خبرة محلية أو تبادل خبرة أجنبية، أو منهم اللي بيسافر ويتدرب ويجي تاني. فاطمئني على الطب في مصر مؤسسيا وبشريا بقدرة الأطباء المصريين والفريق الطبي المصري. صحيح، كل سنة وكل دكتور وطبيب مصري بكل خير. مصر أقدم وأعرق دولة في المنطقة في تاريخ الطب، من 1824 عندنا كلية من كليات الطب أنشئت في أبو زعبل بأمر من محمد علي باشا. بنتكلم في أن عندنا أطباء من أفراد من الجيش الأبيض واجه عدد كبير من الأمراض والأوبئة، مش بس الكورونا دي النسخة الأخيرة، ربما كان عندنا عدد كبير من الأوبئة في القرن 19 والعشرين. تحية لكل فرد من أفراد الجيش الأبيض، تحية لكل طبيب مصري في يوم الطبيب المصري، بنقول له شكرا جزيلا على كل ما قدمته لأجل وطن. وبنشكرك برضو دكتور محمد عوض تاج الدين، ألف شكر يا فندم، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، شكرا جزيلا يا فندم على مداخلتك.